يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا كلامنا، انا قلت لحضراتكم النهارده الانطلاقه الفعليه للاستعداد للموسم الجديد ان شاء الله باذن الله. الاهلي يبدا مشواره مع بطل النيجر، وان شاء الله البدايه تكون وشها حلو علينا زي ما سوني ديب كان وشه حلو علينا السنه اللي فاتت، يبقى الحرس الوطني وشه حلو علينا برضو السنه دي، والاهلي في طريقه لتحقيق النجم ال11 باذن الله. واللقب الحقيقه الاهم والاغلى الموسم ده، ما يمنعش انه موسم طويل. الاهلي اعتقد انه من ناحيه السكواد ومن ناحيه الاسماء استعد للموسم ده بشكل جيد لاول مره من فتره، مش يعني فتره طويله، تعتبر نسبيا طويله. الاهلي يبقى عنده الجاب اللي يقدر من خلالها يحضر او يستعد الموسم. هنتكلم اكتر على انطلاقه الموسم، وهنتكلم كمان على منتخب مصر اللي عنده ماتشين في منتهى الاهميه الحقيقه في مواجهه ليبيا ذهابا وايابا. بفكر حضراتكم على صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستجرام، اسال احمد بلال، وهنعرض طبعا او هنخصص جزء من لقائنا مع كابتن احمد اللي مشرفنا في الاستوديو النهارده عشان نستعرض اسئلتكم مع كابتن احمد. مساء الخير يا كابتن احمد. سلام يا محمد، ازيك؟ نور الدنيا. الحمد لله كله زي الفل. إيه؟ الحمد لله كله. قبل بس ما ادخل في المواضيع الكتيره دي، انت اتدربت مع لعبت مع كابتن شوقي غريب صح؟ اه طبعا. اه يعني البدايات كانت مع كابتن شوقي. اه لعبت مع كابتن شوقي غريب، لعبت معاه منتخب شباب ناشئين، كاس عالم، اسف، ناشئين كاس عالم. ولعبت معاه منتخب اولمبي. ولعبت معاه منتخب اول، يعني كان الشباب كان هو رقم اثنين والاولمبي كان هو رقم واحد. ايوه، لما كان حاصل على بطوله، اخذ مركز ثالث في كاس العالم، كاس عالم شباب. ومع كابتن حسن شحاته كان هو برضو كان رقم اثنين. يعني رايك في قرار اختياره كمدير فني لمنتخب الاولمبي؟ ناس كتير جدا اعترضت، ناس كتير جدا شافت انه الراجل في المرحله دي صاحب بصمه، وبالتالي هو الاقدر او الاخضر على انه يتولى المسؤوليه، مع ولا ضد؟ بص هقول لك على حاجه، كابتن شوقي غريب يعني اخذ بطوله افريقيا مع المنتخب الاولمبي، وده يعني يعتبر برضو انجاز جيد، وصل دور الثمانيه في الاولمبياد. لكن الفكره كلها في توقيت الاختيار، بس توقيت القرار نفسه، توقيت القرار نفسه يعني مش طبيعي الحقيقه. يعني انا بحب كابتن شوقي، وراجل محترم جدا، وراجل من الناس الكويسه، وانا ما عنديش اعتراضات فنيه كتير عليه يعني. بس منين انت اقلت شوقي غريب من شهرين، ومنين النهارده بتعيد تعيينه مره تانية؟ يعني الموضوع يعني هي دي التساؤلات الحقيقه اللي بتخلي فيه استثاره عند الناس في الشارع. يعني انا النهارده، طب انت اقلته ليه؟ كنت خلاص الجهاز متكامل يا جماعه معانا، لا الا ما شاء الله، تمام. أيوه. 30 20 30 20 50 الا ما شاء الله، ما فيش اي مشاكل يعني. أيوه. لكن طالما اقلت المدير الفني، وطالما عندك وقت يسمح بان انت يعني يبقى عندك حريه انك تختار مدير فني جديد، يبقى خلاص، يبقى لم قبل المعسكر مثلا او قبل البطوله بسنه، مش هنقول مثلا ب 50 سنه، لا بسنه، خلاص ابتدي عين مدير فني جديد، ابتدي كمان حتى ممكن تعين شوقي غريب مره ثانيه وجهازه الفني. لكن اللي بيحصل في من اتحاد الكره المصري ده عليه علامات استفهام كتيره جدا جدا جدا. احنا برضو مش بنتكلم على شوقي كشوقي، احنا بنتكلم على انا كنت لسه هقول لك توقيت الاختيار، مش بس التوقيت، في اوقات كتير جدا ومراحل كتيره جدا. يعني من واحد من ساعه فتح يعني مثلا، تحس دايما انه في اسطمبه كده ما بنحاولش ان احنا نطلع براها. الناس دايما بتبقى ايه ضم يعني مرتاحه القرار. او بص يا ابو حميد، مدربين، عارف انت، ما لقيصر لقيصر، وما لي معرفش مين للحكومه. مدربين بالمنتخب، هم في المنتخب على طول. أيوة. مدربين الانديه هات الجوهري، بيلفوا على بيلفوا على الانديه على طول. انت هنا في مصر المنظومه بتاعتك مش طبيعيه الحقيقه بجد. يعني انت النهارده يعني ما بتعرفش تخرج من الدايره دي للاسف، عشان حاجه مهمه جدا. ليه؟ هقول لك ليه. ما انا بقول لك عشان حاجه مهمه جدا، اللي بيديروا الاتحادات في مصر ومعظم الانديه كمان مش اوير بكره القدم. يعني مع احترامنا الكامل لكل الناس طبعا، مش يعني على درايه كره القدم. يعني النهارده ايه اللي منجح منظومه النادي الاهلي واللي مخليها متماسكه كل ده؟ انت بتتكلم كابتن حسن حمدي، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن عبد صالح الوحش، كابتن محمود الخطيب، وما الى ذلك. ممكن يبقى فتره من الفترات حد بيجي زي المهندس محمود طاهر، ولكن النادي الناس اللي ادارت النادي بشكل كبير ونجحت نجاحات كبيره جدا هي الناس اللي بتفهم في الرياضه بشكل عام. يعني خد بالك، لما تيجي انت النهارده تشوف الاتحادات وبقيه الانديه وتقول التخبط بيجي منين، ما هو من الحته دي. ممكن يا سيدي تبقى انت مش رياضي، او مالكش في الكوره بمعنى صح، او مالكش في الرياضه بشكل عام،
يبقى تختار شخصيه قياديه، يبقى ده المدير الرياضي بالنسبه لك اللي يمسك لك المنظومه دي، وحد يكون على علم وعلى درايه وعلى خبره وعنده كفاءه وعنده بشكل استشاري تجربه يعني. تجربه لا مش بشكل استشاري كمدير يعني مش هقول لك يعني سبورتس دايركتور يعني تمام أيوه. يبقى ده اللي بيدير النادي بمعنى صح. لو انت النهارده ما مالكش علاقه بالرياضه او بكره القدم، عشان كده بقول لك المنظومه مختلفه شويه. يعني تلاقي الاهلي في نجاحات مستمره والناس بتسال هو الاهلي ليه يا جماعه ما بيقعش؟ تمام، هو الاهلي ليه ما بيحصلش فيه تخبط بيستمر لفترات طويله؟ هو الاهلي ليه دايما ال 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 العرقله بتاعته بتبقى مثلا ايه احلال وتجديد في الفرقه؟ أيوه. بعض التغييرات البسيطه اللي ممكن انت بتصنع بتحاول تعمل تكوين فرقه بعدها وبتستمر بعد كده 6 7 8 9 سنين يعني. أيوه. فاهم قصدي؟ عشان كده عشان الحته دي الناس اللي بيديروا الرياضه في اللي بيديروا الكوره او الرياضه بشكل عام في النادي الاهلي ناس بتفهم في الرياضه بتفهم كرة. قياسا على ده توقعك ايه لمهمه رابطه الانديه في اول مواسمها؟ بمعنى بص عارف لما بتيجي تتكلم الناس بتزعل مننا، لكن يا جماعه اصل دي كوره اسم ده يعني خد بالك اسمه اتحاد كره القدم. ينفع يبقى واحد بتاع باسكت بيديره؟ انا اسف يعني ينفع مهندس؟ ينفع انا النهارده اشتغل مهندس؟ ما ينفعش والله العظيم ما ينفع يعني بجد يعني ما ينفعش. بس ممكن حد يقول لك لا الاداره دي علم وليها اصول بصرف النظر عنك بتدير مستشفى او بتدير اتحاد كوره او بتدير شركه انشاءات، هي علم الاداره هو علم الاداره، واللي يدير ده يقدر يدير. طب مش بالضروره اللي بيدير مستشفى أنا بس يكون دكتور شاطر. هقول لك بس هقول لك بس حاجه بس لازم يكون دكتور، ما ينفعش ما يكونش دكتور اللي بيدير المستشفى. أي. ما ينفعش يكون ينفع يكون مش دكتور، ينفع يبقى مهندس؟ عمرك شفت في الدنيا يعني هي بس الكره الوحيده الحاجه الوحيده اللي اداراتها بتبقى مختلفه شويه عن عن النهج بتاعها او عن نمطها الطبيعي يعني. لكن ما ينفعش انت النهارده كراجل بتشتغل يعني النهارده رابطه الانديه مع احترامي لكل الناس محترمين وكل الناس جمال على فكره، ما عنديش اي حاجه شخصيه مع اي حد على الاطلاق وبالتوفيق لهم جدا جدا جدا، لكن هديك جزئيتين. الجزئيه الاولى رئيس رابطه الانديه احمد دياب راجل محترم جدا وانا اعرفه معرفه جيده يعني، بس هل احمد دياب يعني اشتغل في كره القدم قبل كده؟ يقدر يدير منظومه؟ احنا خد بالك انت بتتكلم على منظومه فنيه بنسبه 80%، 80% منظومه فنيه. فاهم قصدي؟ ماتشات هتتلعب امتى؟ المنتهى رابطه الانديه يبقى دورها ايه؟ التقييم بتاع الانديه، الفلوس اللي رايحه، اللوائح اللوائح أيوة. اللي بتحطها، انت مش عندك لوائح. طب ايه اللي مستنيه؟ خليني اقول ايه اللي مستنيه منها عشان تقول عليها موسم اول ناجح؟ مستنى اشوف دوري منظم، دوري محترفين، تمام؟ استنى اشوف ما فيش توقفات كتيره جدا بتحصل، استنى اشوف انكم داخل للانديه بشكل 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 جيد يقدر يساعد الانديه انها تكمل، مستنى اشوف الدوري قوي جدا، الملاعب جيده، الفار كويس، الاضاءات محترمه، الاستادات حاجه تشرف، التصوير حاجه محترمه جدا، ما كل ده مش موجود في الوقت الحالي. بس حضرتك انت كده بتطلب المستحيل. طب هم جايين ليه؟ طب بتقول طب ما تروح تتفرج على الدوري الانجليزي اسهل. طب هم جايين ليه؟ لا يعني سنه اولى دي مهمه رابطه الانديه. معاك دي مهمه رابطه الانديه. بس في حاجه برضو بتقول اذا امرت ان تطاع خد بالك اذا امرت ان تطاع. طب بص يا ابو حميد دي سنه اولى رابطه انديه تمام انا متفق معاك جدا. مش سنه اولى دوري مصر مظبوط مظبوط صح سنه اولى يعني انت جايب الرابطه دي مش عشان تعمل كل ده، عشان تعمل تنظيم ولائحه ومسابقه جيده. هو اول حاجه يعني ما قدروش ينجحوا فيها، مش عايز اقول فشلوا فيها، مش عايز اقول كلمه لفظ فشل، هم ما نجحوش في ده، لكن كان في رغبه. انت عارف ان الموسم الجاي صعب جدا، حتى قصه انك انت تعمل دوري في نسخه استثنائيه دورين دور واحد وبعد كده تصفيات او مجموعتين ما نجحتش، والانديه فرضت ارادتها على انها تلعب الدوري بشكله التقليدي على دورين. هاخد رايك في دي واشوف تاثيرها ايه على الانديه وعلى المنتخبات، بس بعد اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في سادسه. الكل بيسال طبعا هنعمل ايه في الموسم الجاي، ويمكن بعد يعني قرار استبعاد سيناريو انك انت تلعب دوري مضغوط او دوري استثنائي عشان تقلل الجاب اللي مش عارفين نعوضها، وخصوصا مع التزامات المنتخب الوطني والتزامات الانديه في الموسم اللي جاي وهي كتيره جدا، محدش عارف الموسم الجاي شكله هيكون عامل ازاي. ده كان سؤالي الكابتن احمد بلال اللي مره ثانيه برحب بيه في السادسه. ده كان سؤالي كابتن احمد قبل الفاصل، متوقع شكل الموسم الجاي ازاي وايه المشاكل اللي هتنتج عن كثره المسابقات من ناحيه وفكره انك انت تلعب دوري بشكله التقليدي من دورين؟ بس خد بالك في حاجه ثالثه اضيفت للحاجات الكتيره قوي اللي موجوده السنه اللي جايه ان شاء الله. كسر الرابطه رابطه الانديه وده المسمى يعني الجديد بخلاف طبعا كاس مصر يعني أي. عندنا كاس مصر يعني بص معايا عد معايا الموسم اللي جاي ده ان شاء الله المسابقات هتبقى عامله ازاي.
اولا عندك بطوله الكاس العرب اللي هي قبل بطوله افريقيا شهر 12، وبعد كده بطوله افريقيا نتكلم على مستوى المنتخبات وبعد كده عندك كاس عالم هيبقى ان شاء الله لو ربنا كرمك تلعب كاس عالم السنه اللي جايه. تمام، فده معناه ايه؟ ان انت من بدايه الدوري العام المصري لشهر للسنه اللي بعد الجايه فعليا مش هتريح خالص، لان انت كاس عالم وهتكمل بقى دوري عام وما الى ذلك. تمام، دي ارتباطات. وطبعا انت داخل بقى في التصفيات افريقيا وكاس العالم كده. واحنا هنلغي الموسم غالبا بتاع كاس العالم ده. يعني ما فيش، معلش، غالبا مش يعني مش هيبقى عندك وقت هتستعد لكاس العالم ولا ما هو خد بالك، ما هو ده ماشي على كل بلاد الدنيا، مش انت لوحدك بس كل بلاد الدنيا ابتدت النهارده مسابقاتها المحليه. صحيح، مظبوط. انت لغايه النهارده ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط، انت رافع ايدك. دي رقم واحد. رقم اتنين عندك الانديه بقى، بطوله دوري عام. انا بديك البطولات اللي فيها ماتشات كتير، مش 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 سوبر مصر بقى وسوبر افريقي وسوبر محلي لا، بطوله دوري عام، بطوله كاس مصر، كاس الرابطه، بطوله افريقيا. تمام، وممكن تدخل لك لو الاهلي ربنا كرمه ان شاء الله في بطوله افريقيا ممكن يبقى عندك كاس عالم للانديه. وانت عندك كاس عالم للانديه اوريدي هتلعب شهر عندك اوريدي. تمام، وهيبقى عندك واحد تاني كاس عالم للانديه، اتنين كاس عالم للانديه. فانت مفيش وقت لاي حاجه، فموسم هيبقى موسم صعب جدا 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 على كل على اللعيبه وعلى الانديه وعلى المنتخب. موسم صعب مرهق بشكل غير طبيعي. غير طبيعي. ممكن تستثني منه، مش عايز اقول لك تستثني كاس مصر. طب السؤال اللي هنا بقى، يعني كاس الرابطه اللي انت هتعمله ده، هل ممكن يبقى في وقت السنه الجايه انك تعمل حاجه كاس الرابطه وتعمل زي ما قلت كده 13 نادي وتقسمها مجموعتين 6 و6 ومش عارف 6 و7 والاول والاول وناخد احسن الموضوع اعتقد هيبقى صعب جدا جدا جدا. الموسم اللي جاي موسم في منتهى الصعوبه جدا على تنظيميا، خد بالك. يعني انت عايز تنجح، انت داخل في معصره، فاهم قصدي؟ يعني انت هتعصر اللعيبه وتعصر الانديه بشكل كبير جدا عشان تخرج بطوله دوري عام جيده، عشان تخرج بطوله كاس جيده، عشان تخرج بطوله كاس رابطه جيده، عشان المنتخب يأدي بشكل جيد. وده في الاخر هينتج عنه اصابات اللعيبه. ايوه، الانفستمنت اللي بتحطها الانديه في اللعيبه ممكن ما تلاقيهاش بعد كده، لان النهارده لما يبقى عندي لعيب مصاب لا بعرف اسوقه ولا بعرف استفيد منه، وانا كنادي خلاص اللعيب بالنسبه لي. صحيح. يعني النهارده لما اشتري لعيب ثمنه 30 40 مليون ولا 50 مليون جنيه مثلا، يعني ويبقى اللعيب مكلفني في السنه 60 70 بعقده مثلا. يعني النهارده لو في لعيب انت بتدي له 6 7 10 مثلا وانت اشتريته ب 30 40، يبقى ده 50 مليون جنيه في سنه. لما يبقى حجم الماتشات دي كلها لما اللعيب يتصاب، انت افتقدت لعيب، انت افتقدت 50 مليون جنيه، وده رقم مش قليل بالنسبه لميزانيات الانديه في مصر. رقم صعب. لو عندك 2 3 على هذا الوضع خلاص، يبقى انت بتخسر كل حاجه. الاهلي هيعاني من الموضوع ده؟ طبعا اكثر الانديه معاناه. طبعا مع انا عارف طبعا يمكن اكثر الانديه اللي بتلعب ماتشات على مدار الموسم ومشاركه في البطولات، بس اقصد اقول التدعيمات اللي حصلت سواء بعوده معارين او صفقات جديده جت للنادي الاهلي ما تقللش شويه؟ يمكن حسينا بده قوي السنه اللي فاتت. يعني حسينا بده السنه اللي فاتت. ما تعتقدش بالك. بص، انت بتجيب وتمشي. انت مش بتجيب وتسيب. انت بتجيب وتمشي. يعني انت مثلا النهارده انت تعاقدت مع بيرسي تاو مثلا، وتعاقدت مع مكسوني. حلو، تمام. انت مش من عندك ناصر ماهر، ومش من عندك بواليا، ومش من عندك مروان محسن. ما هو انت برضو انت ما بتتعاقدش بس، لان انت برضو محكوم بقايمه. أيوة. ومحكوم كمان مش بارادتك انت بس كنادي اهلي، انت عندك ايرادات مشتركه. يعني اراده اللعيب مع اراده النادي. يعني النادي النهارده عايز اللعيب، واللعيب عايز النادي. النهارده انت مش عايز لعيب مثلا واللعيب ده عنده مشكله او مش عايز يلعب، فانت عندك برضو خلاف ما لازم تحله انت كنادي معاه. فانت النهارده عندك برضو انت بتشتري، بس في نفس الوقت انت برضو بتبيع لعيبه، فهي نفس الموضوع، لان انت محكوم بقائمه في الاول وفي الاخر. فانت عندك كم الماتشات الكبيره المتتاليه المتلاحقه، سواء منتخبات او نادي، بطوله افريقيا، دوري محلي، كاس رابطه، كل الحاجات دي كلها، كاس عالم لو ربنا وفق مصر ان شاء الله وصعدنا كاس العالم، هيبقى عندك ازمه كبيره جدا في الماتشات، ممكن ما تلاقيش لعيبه. وبعدين انت عندك بيرسي تاو ده يعني لعيب برضو منتخب، يعني مش هيبقى عندك طول الوقت، ما هي مش هيبقى عنده فرصه للريكفري. انت كل اللعيبه المحترفه الاجانب اللي عندك دوليين بيلعبوا علي معلول وعلي معلول نفس علي معلول وديانج وميكسوني علي ديانج نفس الموضوع. انت كل اللعيبه اللي موجوده عندك دول لعيبه مش هيبقى في عندهم وقت كمان للراحه، لانهم برضو بيشتغلوا مع المنتخبات بتاعتهم. فالاهلي اكتر الانديه زي ما عانينا السنه اللي فاتت، احنا
ايه اللي خلى الاهلي يفقد الدوري السنه اللي فاتت؟ ما كثره المباريات اللي فاتت دي، انت بتلعب كل يومين ماتش، كل يومين ماتش، كل يومين ماتش، كل ماتش، خلاص انت مش قادر، خلاص اللعيبه وصلت لدرجه ان غصب عنه هو مش قادر يكمل، غصب عنه مش قادر يطلع، يبقى يديك فول باور، غصب عنه مش قادر يديك كل الطاقه اللي موجوده عنده، غصب عنه مش قادر يديك كل الفنات اللي موجوده، لانه اوريدي هو بيلعب تحت الاجهاد. امر صعب جدا جدا، بتبقى معرض للاصابه، معرض ان انت ما تاديش بشكل كويس، فرقتك معرضه للخساره، حتى التغييرات نفسها تبقى صعبه عليك. يعني النهارده بيرسي تاو هيلعب مثلا ومكسوني، الماتش اللي بعديه طاهر وحسين الشحات، ما انت عندك كل يبقى كل يومين ماتش، يعني كل 48 ساعه وكل 72 ساعه ماتش، مش هتلحق تاخد نفسك، الامر هيبقى صعب جدا بالنسبه لك. يعني ايه اللي ممكن كنت يعني تعذر فيه مستر موسيماني في السنه الاولى من تعاقده، الموسم اللي كمله بعد مستر فايلر والموسم الاخير ده، ومش هتسمح او تتمنى انه ما يحصلش وما يتكررش في الموسم اللي جاي؟ الاول احنا بنثني على مستر موسيماني، لانك انت حصدت بطولات كتيره جدا السنه اللي فاتت مع الراجل، ومش معنى ان انت خسرت دوري وسوبر مصري ده يعني معنى ان احنا هنقتله، يعني تمام، او احنا بنحكم عليه بالاعدام. ايوه بالاعدام لفظا، يعني اقصد يعني فالنهارده انت بطولتين افريقيا، بطوله دوري عام، ثالث عالم، سوبر افريقي، سوبر مصري، اخذت كل البطولات. بس انت ما كنتش راضي بنسبه كامله عن الاداء الفني. هو ده اللي انا بتكلم فيه، الاداء الفني. الاداء الفني لان الراجل جه على الفرقه ما كانش عنده وقت للتحضير، ما كانش عنده وقت ان هو يزرع، ما كانش عنده وقت ان هو يدير الفرقه بكل الافكار اللي موجوده عنده. التوقيت كمان لاصلاح الاخطاء كان توقيت قليل جدا، انت النهارده بتلعب الاثنين وبعد كده بتلعب الخميس، ثلاث بتريح، الاربع يعني بتصلح بعض الحاجات الصغيره قوي، لكن ما بتلحقش تحفظ. في مدربين بيجيدوا التحفيظ، ما هو يحفظ اللعيبه بتاعته طريقه لعب، يحفظ اللعيبه بتاعته ازاي يشتغل، ازاي يتحرك، ازاي يتحرك جماعي، بالتاكتيك بتاعه عايز يعلم اللعيبه، يدربهم، يفهمهم، فبياخد وقت. موسيماني الموسم الماضي ما كانش عنده التوقيت ده، ما كانش عنده الوقت ان هو يشتغل مع اللعيبه، يحفظهم، يضيف ليهم، يشتغل بتاكتيك مختلف، تاخد بالك؟ كان جه على مستر فايلر على طول في نفس التوقيت، فانت اللعيبه النهارده يعني كانت شاربه من فايلر كتير. أيوة. ممكن الراجل يبقى عنده اختلافات في وجهات النظر، عنده امور فنيه تانية عايز يجربها، عنده حاجات عايز يضيفها للفريق، عنده المساحه انه يعمل ده. ما كانش عنده الموسم ده، الموسم ده انت قاعد دلوقتي الامور بالنسبه لك اعتقد جيده بالنسبه لمستر موسيماني، يعني اللعيبه بتاعته موجوده، يقدر يشتغل معاهم، يقدر يحفظهم. الاداء الفني الجماعي للاعيبه النادي الاهلي لابد انه يظهر الموسم ده. ايوه تمام، احنا مش يعني مش هينفع تقول ايه احنا هنستنى الموسم اللي بعديه عشان يظهر، ممكن نعذرك في بعض الاوقات السنه دي الاجهادات الكتير، لكن لما يبقى عندك مساحه تشتغل فيها وتادي، لازم يبقى مستوى فريق النادي الاهلي الفني على القدر الكافي. وانت بتحضر لبدايه مشوار بطوله افريقيا، ايه الحاجات اللي شايف انه مفترض نشتغل عليها الفتره دي، وخصوصا برضو انه يعني في جزئيه برضو انه الفرقه مش كامله، يعني انت عندك حوالي 10 لعيبه تقريبا موجوده مع منتخباتهم، اللي موجود مع منتخب مصر، واذا كان معلول ولا ديانج ولا ميكسوني موجودين مع منتخبات بلادهم. بص خد بالك برضو بتبقى في صعوبه شويه على المدير الفني لما يبقى عنده نص الفرقه تقريبا منتخبات، سواء اذا كان مع منتخب مصر او حتى مع زي ما انت بتقول تاو تونس على ميكسوني على علي معلول. تاو معانا طبعا عشان تعرف الاهلي ما صفروش، بيبقى الامر صعب بالنسبه له، لانه مهما بيحفظ هو بيحفظ لعيب ممكن ما يلعبش اساسي بالنسبه له، وده امر بيبقى صعب جدا جدا جدا، بس بيحاول ان هو يستغل اللعيبه الموجوده دي. في بعض الاوقات بتكتشف في الظروف اللي زي دي لعيبه بالنسبه لك ممكن يبقى رقم اثنين وقريب انه يبقى رقم واحد، في بعض الاوقات اللي زي دي الاجازات اللي هي مش الاجازات، الفترات الراحه، فاهم؟ يعني انا النهارده بشوف عندي ماتش ودي، ممكن اختار لعيب يبقى احط عيني عليه، اكتشف لعيب. هو انا لو سالتك سؤال، والاهلي ممكن يلعب ماتش ولا ماتشين قبل ما يقابل الحرس الوطني بطل النايجر، لو استثنيت الدوليين الموجودين مع منتخبات في الفتره دي، تصفيات كاس عالم، كابتن احمد بيان النهارده لو من لعيبه النادي الاهلي، الاهلي ما عندوش فرقه يقدر يلعب بيها افريقيا النهارده من غير الدوليين؟ الدوليين اللي هم علي معلول، علي معلول وديانج وميكسوني، دول مع منتخبات بلادهم. ميكسوني أيوة. مظبوط مظبوط. طيب انت عندك طاهر، عندك كهربا، عندك انت بتلعب السنه اللي فاتت بنفس اللعيبه. ما انا بقول لك يعني انت النهارده لو هتلعب ماتش افريقيا ده كمان 3 4 ايام، انت فاينل افريقيا، ما انت لعبت بنفس اللعيبه دي. ايوه يعني لعبت بنفس اللعيبه تقريبا اعتقد باستثناء علي معلول، اعتقد يمكن صح، على ما اتذكر صح كده، لعبت او وصلت فاينل افريقيا حتى كمان من غير علي معلول،
لانه كان عنده فتره كان مصاب فيها. فانت وصلت فاينل افريقيا من غير علي معلول باللعيبه اللي موجوده، القماشه اللي موجوده دي، السبيريت بتاعه النادي الاهلي، بالشخصيه بتاعه لعيبه النادي الاهلي. الراجل كمان كان يعني الحزم بتاعه في اوقات كتيره جدا كان مهم جدا جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. فانت النهارده عندك، انت عندك قماشه لو جيت تفصلها هتلاقيها من افضل القماشات اللي موجوده في مصر على الاطلاق. طالما بتتكلم في مصر، طالما احنا اتكلمنا على مصر، يبقى اكيد في افريقيا نفس الوضع. يعني حسين الشحات لعيب دولي، طاهر محمد طاهر المفروض ان هو لعيب دولي، محمد دولي. شريف لعيب دولي، مجدي قفشه كهربا دولي، لعيب دولي، كهربا لعيب دولي، ما انا بديك الاسماء المطروحه. حمدي فتحي ده لعيب دولي. انت بتتكلم على لعيبه منتخبات. يعني انت لما تيجي تشوف اللعيبه بتاعه النادي الاهلي هتلاقي لعيبه منتخبات، مش لعيبه انديه بس. يعني كما قيل قبل كده، يعني يمكن في واحد من ضمن الاساتذه يعني بتوعنا بتوع التحليل قال لك اصل محمد شريف مش لعيب دولي. يا عم انت بتتكلم، محمد شريف اللي لعب يعني 2 فاينل افريقيا تقريبا، ولعب البطوله كلها، ومن هدافين البطوله، ومسجل في النهائي، ولعب كاس العالم للانديه. ازاي انت يعني التقييم جالك منين؟ يعني انت حلمت كده، قمت من النوم حلمت قلت والله انا حلمت ان شريف مش لعيب دولي. هو المشكله كمان غريب. المركز بتاع شريف لو مش محمد شريف طب مين؟ يعني انت هتنقلني على المنتخب، وانا كنت عايز اجل المنتخب شويه، بس خليني اخد رايك في القائمه الاول. ازاي استقبلت الاسماء المستبعده وتحديدا شريف؟ لانه تقريبا في مركزه كل حتى بما فيهم المحترفين، اللاعبين المحترفين بره مصر تقريبا عطلانين عن التسجيل او المشاركه. انت بتتكلم في 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 كوكا، تمام، بقاله زمن برضه لسه يعني بعيد شويه، بقاله شويه حلوين. تتكلم في مصطفى محمد بقاله زمن بعيد عن مستواه بشكل كبير، وما بيلعبش النهارده. يمكن اعتقد لعب اساسي النهارده، بتهيألي يعني لعب اساسي النهارده اعتقد بس بقاله كتير جدا ما بيلعبش. فانت بتتكلم اللعيب اللي جاهز عندك هو محمد شريف، ايوه. لو الراجل محدش بيمليه، ودي بتبقى نظريه مهمه جدا، نظريه الاملاء. يعني ان انا بملي الراجل اللي موجود، مين اللي بيمليه؟ يعني محدش بيمليه دي تقصد بيها حد في الجهاز ولا حد في الاتحاد؟ حد في الاتحاد. ما هو انت برضو خد بالك الخبراء في مصر كتير جدا. ممكن يبقى خبير تحكيمي وبيتكلم في الفنيات بتاعه الكوره عادي، يعني ما فيهاش ازمه. هنا في مصر احنا عندنا كل متاح ومباح يعني على الملأ. فانت الراجل النهارده انت تقييمك لاداء راس الحربه اللي جاب جونين في الماتش اللي فات ايه؟ ممكن يكون ما يكونش افضل فنيا، افضل لعيبه فنيا. طب انت قيمت اللي موجودين اصلا؟ يعني النهارده ممكن يبقى شريف الحاله الفنيه بتاعته مش 90%، مش اعلى حاجه في الدنيا، مش 80%. أيوه. طب بس الاثنين اللي التانيين ما بيلعبوش اصلا. تمام، يبقى اجيب اللي ما بيلعبش ولا اجيب اللي انا حالته فنيه اقل شويه؟ أنا اختيار مع مدرسه انه انا اجيب المدير الفني اديله مطلق الحريه والصلاحيه وخد قراراتك. انا بقول لك على سبيل المثال يعني ولا حاجه زي كده. ممكن انت بتتكلم في مشوار تصفيات كاس عالم يا كابتن. انت بتتكلم انت لو خسرت اصلا من ليبيا انت كل سنه طيب. انت لو خسرت اي ماتش من ماتشين من ليبيا باي 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 باي. لو خسرت ماتش من الماتشين كل سنه وانت طيب، مفيش كاس عالم، مفيش صعود اصلا للمرحله الثانيه. ايوه يعني احنا بنتكلم في فرق، يعني انا اسف، يعني فرق يعني غير مصنفه اساسا ومش موجوده. شفت ماتشات ليبيا؟ للاسف لا، ما شفتش. منتخب حلو جدا على فكره. انا بس يعني كسب ده بالعكس، منتخب حلو. يعني منتخب تقيل، بيقدم كوره جيده، بيقدم كوره كويسه جدا وكوره سريعه. خد بالك يعني حتى المباراه اللي هو طبعا فيك كمان دلوقتي، بس خد بالك حتى المباراه اللي انت عملتها، ما احترمنا للمنافس يعني. بس ده مش ده اللي تقيس عليه اصلا. مش ده اللي تبني عليه المنتخب. يعني انا اسف، يعني احنا يعني النادي الاهلي لو لعب الفرقه دي هيكسبها 6-0. انا بكلمك بامانه، يعني النادي الاهلي لو بيلعب فول تيم هيكسب الفرقه دي 6-0 مع الرقفه. يعني بتتكلم على منتخب يعني ما احترامنا ليه مش موجود اصلا على معلش برضو على انا هقول لك برضو حاجه يعني طب. يعني ممكن تضايق شويه، هو في منتخب مصر اساسا؟ طب ما منتخب مصر قدام انجولا اللي كانت بتلعبنا على ارضنا هنا بشق الانفس يعني فلتنا بالجون اللي احنا جبناه وخدنا اول 3 بونت، ولما طلعت تلعب الجابون بره. منتخب مصر ما جاش بقاله 10-11 سنه يا كابتن احمد، مش بس الجيل ده ومش بس الجهاز الفني ده، انا بكلم حضرتك من 2010 ما فيش كوره في مصر، من ايام برادلي، من ايام كابتن حسن شحاته، من اخر يعني كابتن، من اخر مرحله كابتن حسن شحاته، لما معاني في افريقيا ما بنوصلش يعني ما صعدناش كاس افريقيا. مظبوط، اللي نورت شويه فتره هيكتور كوبر، وصلت كاس عالم ورحت هناك للاسف الشديد. مزبوط، يعني قدمت أسوأ عروض ممكنه ويعني وصلت بطوله افريقيا نهائي افريقيا دي يعني شوية. كانت الامور جيده مع 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 هيكتور كوبر، مع كوبر يعني بشكل كويس. هو كان حافظ، بص
هو كان بيلعب على امكانيات لعيبه المنتخب. احنا هنا مشكلتنا ان احنا انت عارف انت لما تسعر حاجه بسعر اعلى من ثمنها يعني هو ده اللي كان بيحصل هنا في الفتره اللي فاتت دي، ان انت مدي حجم كبير جدا لمنتخب مصر، مش كمنتخب مش كاسم نادي، منتخب مصر اسم كبير جدا واسم يعني عالي جدا. انا بتكلم على القماش، تدي حجم للقماشه اللي موجوده اعلى من قيمتها الطبيعيه. بالك مع احترامنا للجميع وكل اللعيبه طبعا بنحترمهم ونقدرهم، ولكن انا بكلمك على اللي احنا شايفينه كفنيه فنيات، وبعدين تفاجئ في الملعب بحاجه مختلفه تماما. فانت اللي عمله هيكتور كوبر ان هو قدر يشتغل مع القماشه المحدوده دي، ووصل بيهم لاقصى درجه ممكن اي حد يوصلها في العالم. يعني احنا طموح كبير بالنسبه لنا بره امكانياتنا ان احنا نوصل كاس عالم. انت انا هسالك بس سؤال، خليني احط نفسي سالني انت ماشي يعني. انا بتسال، انا بسال بس ما بتسالش بس ماشي. خليني بس اسالك انا سؤال، اتفضل. هل في حد من الساده المسؤولين عن كره القدم في مصر عمره فكر كده قال لك احنا عايزين 20-30؟ لا استنى بس من غير ما تكمل. ما حصلش. لك إيه؟ ما حصلش. طيب احنا باصين تحت رجلينا، تحصل المشكله نبتدي نفكر في حل. لكن عايز تقول لي ان في تخطيط لمنتخب اول ومنتخب اولمبي ومنتخب شباب مثلا ازاي توصل كاس عالم وازاي تلعب دور 16 وازاي بالظبط انك ازاي تتخطى لا يا راجل يا راجل يا مؤمن، ده احنا دلوقتي ب 34 فرقه في كاس العالم، يعني الصعود ممكن يبقى سهل. انت كان معاك مين المره اللي فاتت؟ أوروجواي صح مش كده؟ أوروجواي والسعودية وروسيا. السعودية وروسيا، يعني الطبيعي جدا يعني الطبيعي أيوة. انك يبقى من اشد الناس منافسة على الصعود المركز اللي بعد كده. والله احنا كنا راسمين كده راسمين نتعادل مع أوروجواي ونكسب بالسعودية وروسيا، يعني المصريين كانوا عاملين ورحلات بقى روسيا بقى يلا يا جماعة عشان لأول مرة هنوصل دور ال 16 بقى لا أنا بكلمك بجد، هل أنت عمرك سمعت مسؤول بيقول يا جماعة زي ما بيحصل في اليد كده، يعني ما شاء الله اليد مش هو اليد دي مش مصريين برضو؟ مصريين زي حالاتنا اخواتنا مصريين يعني بيعرفوا يخططوا برضو بيعرفوا يشتغلوا بيعرفوا يوصلوا ويعملوا إنجازات. هل عمرك شفت مسؤول في مصر بيقول يا جماعة احنا عندنا هدف ان 20-30 منتخب مصر ان شاء الله ممكن يوصل دور 16 وممكن يبقى عنده منافسه جيده؟ عمرك شفت الكلام ده؟ احنا بنتكلم في عارف ان لسه بنتكلم في الملعب، الماتش هتلعب العصر ولا المغرب؟ اصل في اضاءه ولا ما فيش في الملعب؟ ده نجيل طبيعي ولا نجيل صناعي؟ والله الماتش هتلعب في ميعاد ولا مراهن يا كابتن احمد على جهاز كارلوس كيروش ووصول مصر للمنتخب كاس العالم، ولا شايف ان فرصه ضعيفه؟ بص الراجل باختياراته طبعا اللي احنا كنا بنتكلم فيها، يعني انت استبعاد محمد شريف واستبعاد مجدي قفشه الاثنين من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي، وليس مقياس المباراه اللي فاتت برضو. خد بالك عشان ارجع واقول كلامي، مفترض انت كمدير فني ما بتقصش او ما بتقيسش اللعيبه دي على الماتش اللي فات بتاع المنتخب، لان ده ماتش يعني 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 لا ما فيهوش اي فنيات على الاطلاق. تمام، كسبت جولين بمحمد شريف ومع ذلك خرجته بره المنتخب، مجدي قفشه ملوش دور، مع ان انا مش شايف ان في بديل مثلا لعبد الله او ممكن اللعيب اللي بينافس عبد الله السعيد، وان كنت بشوف انا في الوقت الحالي ان مجدي قفشه افضل من عبد الله السعيد. راجل بيجري متحرك عنده سرعه امكانياته جيده في الملعب، ممكن محتاج في بعض الاوقات ان حد يشد عليه شويه وده وضع طبيعي، اللعيب في بعض الاوقات ممكن يبقى نسبه التركيز بتاعته اقل فانت بتحاول تقومه، وده دور مهم جدا للمدير الفني، وان ما كانش المدير الفني يبقى كابتن ضياء السيد، لان المفروض المفترض ان ضياء السيد يبقى له دور مهم جدا جدا في الحته دي في الاختيارات. الراجل ما يعرفش حاجه، انا راجل جاي كده بتفرج على الماتشات تمام وببتدي اقيم حلو والله مين ده مين ده مين ده مين ده مين ده، انا قاعد مع الجهاز الفني بتاعي يا جماعه اللعيب ده امكانياته ايه وده امكانياته، فبتدي المدرب خاصه انت ما شفتش يعني طالما انا ما شفتش يبقى بسمع، يبقى المفروض ان انا بسمع صح، ما ينفعش وانا بسمع اسمع غلط، ما ينفعش وانت بتغششني الاختيارات دي تغششني غلط. يحاسب على فاتورتها، تحمل مسؤوليتها كل جهاز كل جهاز كل جهاز، يا اما الجهاز يطلع يقول احنا قلنا يا جماعه واتكلمنا مع الراجل وادينا له وشرحنا له والراجل ده هو حر بقى في اختياراته تمام، انما صمتا ما خد بالك انت بره في اوروبا بتتسال انت ما خدتش اللعيب ده ليه؟ فاهم؟ عادي على فكره عادي جدا، انت ما اخترتش ده ليه؟ ما تقعدش بقى تقول لي ايه ده الجهاز الفني هيتحاسب بعدين، اللي بيتحاسب مصر مش كيروش، اللي بتحاسب مصر، اللي في الاخر مش هيصعد مصر، هو الراجل هيخلص مع منتخب مصر وشكرا سامع. فشل اخدت يا عم الفلوس الحمد لله مرتبه تمام زي الفل وما اديتوش، هياخد عن طريق الاتحاد الدولي هيروح يروح السلام عليكم السلام، انما في النهايه انت اسم مصر هو اللي العاتق بيبقى عليه، اسم مصر المشكله بتبقى عليه، فاهم قصدي؟ ايوه.
طيب انت يعني قبل مرحله ما قبل كيروش وما بعد كابتن حسام البدري كانت اتطرحت انه في التوقيت ده انك بتغير في نص تصفيات كاس عالم محتاج مدرب يكون عنده درايه كامله بمستويات اللاعبين، شايف مستوى اداء المنتخبات، حاطط عينه على نقاط الضعف او المشاكل او النقط السلبيه، فبالتالي سهل ان هو ياخد في نص المشوار التصفيات ويصلح ويشتغل، عنده تقييم موضوعي جدا لمتابع اللعيبه. فنروح للمدرب المصري وطرحت بعض الاسماء، وفي ناس قال لك لا المنتخب ما بينفعش معاه غير الجهاز الاجنبي. انت كنت مع قرار ان احنا في التوقيت ده ناخد مدرب اجنبي، وتحديدا اختيار كارلوس كيروش؟ هو مدرب محترم، السي بتاعه محترم جدا، اسمه جيد، لكن انت بتتكلم في التوقيت برضه، توقيت صعب، توقيت صعب، خاصه ان المباراه اللي انت هتلعبها دي هي مباراه المنافس بتاعك المفترض، اللي انت حطيت نفسك يعني في الحته دي وخليته هو المنافس الحقيقي بتاعك. يعني انت الطبيعي ما يبقاش ليك منافس في التصفيات دي، الطبيعي. يعني اسم مصر وامكانياتها وحجمها، ما ينفعش تقول لي ان اصلا المنافس بتاعي الهيد تو هيد بقى ليبيا، فاهم قصدي؟ مع احترامنا طبعا المنتخب الليبي وقدراته وامكانياته وتاريخه، بس تاريخ مصر في كره القدم اعلى بكتير جدا 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 منتخب ليبي. فانت اللي حطيت نفسك في الحته دي، دي رقم واحد. رقم اتنين، انت جبت مدير فني محترم بس في توقيت غلط. عارف انت ايه؟ ان انا باخد ديسيجن صح في توقيت غلط، يبقى ده ديسيجن غلط. كنت مع استمرار حسام بدري ولا مع انه يتولى المسؤوليه مدرب مصري غير كابتن حسام؟ مين على مين مدرب اللي طرح في التوقيت ده؟ يعني الناس طرحت ايهاب جلال وحسام حسن. ما هو بص، احنا من انا من ساعه ما بطلت كوره وانا بسمع عن ايهاب جلال وحسام حسن، ما سمعتش عن حد تاني. انت شايف في حد تاني؟ حسام حسن مدرب جيد ومحترم، تمام بالك، بس انا لما يعني انا ليا تعليق بسيط عن كابتن حسام، يعني هو راجل مدرب محترم وعنده سبيريت عاليه وكل حاجه، بس لما اشتغل مع الزمالك تحت الضغوط ما حققش حاجه. ده مش معناه انه ممكن ما يحققش مع منتخب، ممكن يحقق مع منتخب، بس انا بديك التجربه اللي انت بتختار بناء عليها. يعني انا النهارده مثلا لما تمسك المصري تاخد برابع، ما عادي يعني ما خدش دوري. لما تمسك الاتحاد تاخد بخامس، عادي. ما خدتش برضه، ما عملتش الانجاز الفظيع يعني. ليس تقليلا برضه من كابتن حسام، هو راجل محترم، ولو وما اقدرش اقول لك ان هو مع المنتخب هيبقى عامل ازاي، لكن انت بتتكلم هيتم اختياره بناء على ايه؟ لان الاختيار هنا في مصر انت ما بتفهمش، يعني بيصحوا الصبح يحلموا تمام والنهارده كان يوم لطيف. في اسم من وجهه نظر كابتن احمد يستحق انه ياخد فرصه. ما عنديش اسماء. طب خلينا ناخد جزء كده عشان ندي الناس برضو مساحتها. في ناس بعت لك اسئله على صفحاتنا على السوشيال ميديا. اول سؤال من مصطفى كرم، انت تابعت طبعا بعض الصفقات الاهلي اللي شاركت، تحياتي ليك استاذ احمد والكابتن احمد جوال. عايز اسال كابتن بلال، ايه رايك في اداء ميكسوني؟ جيد. يعني كبدايه لعيب متحرك متحرر، عنده جرأة وعنده شخصية. يعني في البداية ممكن يبقى يعني لعيب بروميسنج، يعني ممكن يبقى لعيب مبشر. يعني هنستنى منه أكيدا، هنحكم عليه بعد 6-7 ماتشات، ولما يلعب بشكل أساسي هنقيمه بشكل أكبر. في اسم تاني يعني من صفقات الأهلي الجديدة أو اسم من سكواد الأهلي الموجودة بيراهن عليه أحمد بلال الموسم اللي جاي؟ بص، أنا يعني أتمنى نجاح بيرسي تاو مع الأهلي. يعني أتمنى تاو. لعيب جيد جدا، لعيب منتخب، لعيب عنده شخصية، لعيبه النقله اللي عملها من الدوري الانجليزي للدوري المصري، اتمنى ان هي تكون نقله مفيده بالنسبه له قبل ما تكون مفيده بالنسبه له. تمام، نروح لمحمد بدر، تحياتي للواجهه المشرفه، كتر خيرك والله احمد سمير والاسطوره احمد بلال. لو رجعت تلعب في الجيل تاني، مين اللاعب اللي تحب يبقى صانع العاب لحضرتك؟ في الجيل الحالي؟ يعني اكتر واحد هو مجدي قفشه، لعيب انا بحبه، بحب لعبه وبحب ستايله كمان، يعني ستايله جميل ولعيب عنده رؤيه في الملعب يعني. وراس الحربه اللي ممكن يبقى منافس لكابتن احمد بلال دلوقتي؟ بص يعني انتوا يعني مركزكم على فكره مركز جماهيري جدا. جدا. طبعا جدا. لا طبعًا. انت راس الحربه ده طبعًا. يعني الضغط، لو الضغط الجماهيري على الفرقه كلها 10 نقط، اللي راس الحربه شايل 8 لوحده بجد والله، شايل 9 لوحده. صحيح. انا عايز اقول لك احنا ازارو مشي من الاهلي وهو كان هداف دوري عادي. صحيح. انت متخيل؟ أيوة. من أيوة. الضغوطات الكبيره جدا اللي ممكن تبقى موجوده على اللعيب. ايوه. فاهم قصدي؟ يعني المركز ده مركز صعب جدا جدا. محتاج ضبط نفس غير طبيعي، ضبط انه محتاج دكتور نفسي ماشي جنبك على طول. والمنافسه فيه برضو بتبقى صعبه. طبعا طبعا. لان خد بالك انت ممكن التوفيق بيلعب فيه دور كبير جدا، يعني كبير قوي. ممكن تبقى تعمل كل حاجه ويجي مثلا البديل يجيب جول،
أيوة. تعمل كل حاجه وبعدين يجيب جول، فخلاص المدير الفني غصب عنه خلاص هيبتدي يغير. وانت كمان برضه هتبتدي يعني، لا مش بقول كده بقى يعني، يعني الرحمه بقى يعني صلاح يعمل وماني يسجل فاهمني. محمد جلال بيسالك مين افضل مهاجم لعبت جنبه؟ بص انا لعبت جنب ناس كتيره يعني، والحقيقه بص الاجيال اللي لعبت جنبها، انا لعبت جنب خالد بيبو، لعبت جنب حسام حسن، ايوه لعبت جنب علي ماهر وعلاء ابراهيم وعلى عماد متعب طبعا، فلافيو، بص كل اللعيبه اللي لعبت جنبها في الاهلي. انت في الاكوا انتوا عتاوله بصراحه كل الاسماء يعني، مش عايز انسى حد بس تختار يعني تختار بينهم وانت مغمض. محمد فاروق لعبت جنب لعيبه كتيره يعني، ايوه كلهم الحقيقه كلهم على مستوى عالي جدا 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 الحقيقه، لانه ثلاث ارباع اللعيبه دي كانت مدرسه الاهلي يعني. اسامه حسني ايوه لعيب من اللعيبه اللي تستمتع باللعبه جنبها اسامه يعني، انا كنت بحب اللعبه جنب اسامه جدا 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 يعني، لان اسامه كان بيلعب بره البوكس كتير قوي وانا كنت بلعب في البوكس. عماد متعب لعيب هايل جدا وتحركاته رائعه جدا جدا أيوة. جدا فاروق بيلعب دماغه كويس قوي، كل واحد عنده ميزه كده. انتوا جيتوا انتوا جيلكم جه بعد حسام حسن حسام وفيليكس وعلاء ابراهيم وصح يعني، يعني حسام حسن انا طلعت مع حسام حسن تمام كان حسام، وبعد كده علي ماهر وعلاء ابراهيم ومحمد فاروق واحمد صلاح حسني لعب معانا فتره خد بالك، وثم بقى عماد متعب واسامه حسني وفلافيو يعني. طيب نروح للاسئله تاني. شادي حافظ بيسالك ايه اللي ناقص المهاجمين اللي عندنا عشان نقدر نشوف حد زي عماد متعب واحمد بلال تاني؟ وبالمره بقى اخد يعني تقييمك كده لاداء شريف الموسم اللي فات ولحسام حسن الصفقه الجديده السنه دي. طيب شريف لعبه مختلف شويه عن تسعة العادي فاهم، اصل شريف من اللعيب بيحب يلعب بيشتغل بوشه على الجول اكتر، لعيب بيحب يتحرك قطري اكتر، لعيب بيحب يشتغل في المساحات بشكل اكبر يعني، عكس حسام حسن. حسام حسن محطه تمام يعني، تقدر تستعين بيه في الكرات العرضيه، تقدر تستعين في الكرات الطوليه، الكرات العاليه محطه بالنسبه لك، يقدر يسند ويشتغل مع اللعيبه اللي جنبه. الاثنين ستايلين مختلفين ممكن تحتاجهم في نفس التوقيت في الملعب على فكره تمام. يعني حسام غير محمد شريف الاثنين مختلفين تماما تماما يعني. احنا كنا بنفتقد في الاهلي لعيب اللي ممكن يبقى زي حسام كده، زي ستايل حسام حسن كده يعني، لو حسام في فورم عاليه تمام هيبقى مفيد جدا جدا جنب محمد شريف. محمد شريف يتحرك من تحتيه او من جنبه يعني، يلعبوا جنب بعض، ويبقى حسام حسن هو ده المحطه اللي بيلعب يعني. بالمناسبه خليني اقول لك برضو سؤال حلقتنا ونسمع رايك فيه ونسمع راي الناس. انا كنت سالت الناس النهارده ايه الطريقه في ظل الاختيارات يعني، هل تتوقع طريقه معينه الطريقه الافضل، خصوصا انك انت زي ما كنا بنتكلم عايز 4 بونت على الاقل صحيح. ان ما كانش 6 من ليبيا عشان تضمن انك انت تتصدر المجموعه. فسالنا الناس كده الطريقه والتشكيل الامثل، نستعرض الاجابات سريعا كابتن احمد ونسمع رايك. في محمد مجدي بيقول الشناوي ومعاه فتحي وحجازي والونش وفتوح في الشمال، عبد الله والسوليه وطارق حامد، صلاح ومصطفى محمد وزيزو 4-2-3-1. ومحمد الهادي بيقول 4-1-4-1 بس من غير ما يختار اسماء. في فادي محمد الشناوي وايمن اشرف وحجازي، شناوي وايمن اشرف وحجازي ومعاهم ياسر ابراهيم واكرم توفيق، يعني هيلعب ايمن في الشمال واكرم في اليمين، وحمدي فتحي والسوليه وعبد الله السعيد ومعاهم صلاح وزيزو وكوكا، وطريقه اللعب 4-2-3-1. تحياتي ليك، تحياتي ليك يا فادي. طب ناخد واحد كمان، انسب طريقه، ده من محمد الرويني، انسب طريقه هي 4-3-3 والاعتماد على اللاعبين اصحاب الميول الهجوميه. سريعا كابتن احمد. طيب بص هو طبعا الشناوي ناحيه اليمين اكرم ماشي بشكل كويس قوي 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 الفتره اللي فاتت دي تمام، يبقى اكرم توفيق هيلعب الناحيه الثانيه ايمن اشرف. انا فتوح ليا كومنتس كده على ادائه في الـ في الـ في الـ يعني كباك ليفت يعني، تفضل مساك بالظبط كده. الونش وحجازي الاثنين السنتر باكس، حمدي فتحي ممكن يبقى هو اللعيب رقم 6 بالنسبه لك قدامه في ظل التوليفه دي عبد الله السعيد، وان كنت بفضل مجدي قفشه في الوقت الحالي مفيش بقى مفيش مجدي قفشه، يبقى عبد الله السعيد. يبقى احنا كده بنتكلم في 4-2 والثلاثي صلاح ناحيه اليمين وزيزو ورمضان صبحي ناحيه الشمال. انا انا بفضل رمضان عن زيزو الحقيقه ناحيه الشمال يعني، بالك ممكن زيزو في النص بقى في القلب ويلعب مصطفى محمد او يعني انا ما شفتش مصطفى بقالي كتير الحقيقه، وما شفتش برضو احمد حسن كوكا بقالي كتير يعني، ممكن يبقى واحد من الاثنين الاجهز فيهم يعني في ظل عدم برضو وجود شريف. فانت هتلعب نفس 4-2
3-1 ودي الطريقه اللي انسب اعتقد. نورت الدنيا يا كابتن احمد، اسعدتنا بوجودك معانا، سعيد جدا انا قابلتك النهارده، وكل التوفيق للاهلي في بدايه مشواره، وكل التوفيق بالتاكيد لمنتخب مصر في مهمه صعبه وليست مستحيله امام منتخب ليبيا. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل بكره في نفس الميعاد السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه.